خرجنا اليوم تنفيذاً للأمر المولوي السامي لمولانا أمير المؤمنين نصره الله وأيده، الذي أمر أعطى تعليماته بإقامة صلاة الاستسقاء. فخرجنا اليوم كباراً وصغاراً، حملت كتاب الله والحفظة ديال القرآن، والجميع خرج باش يقيم صلاة الاستسقاء، وهي ركعتان وخطبتان. هذه الصلاة كنعلنوا فيها الاستغفار لله سبحانه وتعالى والدعاء له أن يرحمنا وأن يرزقنا بالغيث، فقد وقفنا في باب الله خاشعين متضرعين، وأملنا في الله سبحانه وتعالى أن لا يخيب رجاءنا جميعا بإذن الله. وهذه البلاد هي بلاد ديال إمارات المؤمنين، هذه بلاد ديال الأتقياء وديال الأولياء وديال الصلحاء، ورجانا في الله كبير أنه ما يردش الدعاء ديالنا خائب. وإن شاء الله سبحانه وتعالى كنسألوا الله سبحانه وتعالى باش يديم عنا نعمة الأمن والأمان، لأن هذا البلد كما قلت كيتقرأ فيها القرآن في الفجر وكيتقرأ فيها القرآن في المغرب. هذه بلاد القرآن، هذه بلاد الصلحاء، وأمننا في الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان. اللهم أديمها نعمة واحفظها من الزوال وصلها على التوالي.